السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليومين دول بدأ ينتشر مرض بشع، ونسأل الله العفو والعافية. وإحنا مش هنتكلم عن المرض لأن ده مش تخصصي أو مش ده اللي نفهم فيه. والإمام حجر العسقلاني في كتاب شرح صحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيقول لك من تكلم في غير فنه أتى بالعجيب. لما واحد بيتكلم في حاجة ما فهمش فيها هيقول حاجات يعني تضحك أهل الفن، يعني أهل العلم دوت. فلا، هنتكلم عن الخبر الآخر اللي هو إن أول ما نشر الخبر دوت، الصين حبت تعمل بروباجندا تغطي على الموضوع، فقالت إحنا هنعمل مستشفى فيها 1000 سرير في 10 أيام. طبعا هنموت في المستشفى عشان نبنيها مثلا من 4 سنين 5 سنين، تمام؟ فإيه الفكرة؟ طيب، أولا المستشفى معمولة للبروباجندا، والدليل إن أنت عندك مثلا 100 مليون واحد عندهم مشكلة، انت بتعمل مستشفى لألف شخص، فهي مش الحل. انت ممكن كنت تفضي مستشفى او اتنين، تمام، او ثلاثة او اربعة متخصصة من المرض دوت، تمام. بس هي الفكرة كلها ان هو يجذب اعين الناس للمستشفى ويصرفهم عنهم الكلام عن الامراض دي. وده زي اي نظام دكتاتوري او اي نظام قمعي، ودليل ان مفيش اي خبر قدرنا نحصل عليه غير كلمتين ثلاثه صورتين ثلاثه، مفيش اي معلومه تقدر تسرب. انا الحمد لله قدرت اتسرب بعض المعلومات من خلال الاصدقاء. طيب، خلينا نتكلم هل فعلا يعني ازاي في 10 ايام. طيب، اول حاجه الديزاين مفروغ منه، تمام، حاجه من الاثنين، يا اما تجيب ديزاين مستشفى اتعملت فعلا خلاص، لان ما ينفعش تيجي تبتكر تصميم جديد وتكتشف المشاكل وكده، او يكون الديزاين اتعمل بالبيم واتاكدت 1000000% ان هو مفيش مشاكل. يعني مش هنبدا نفكر دلوقتي هيبقى شكل المستشفى عامل ازاي، وفيها بيزمنت مفيهاش بيزمنت، واحنا شغالين نلاقي في كاميرا خابطه في كهرباء، فكل المشاكل دي لا، مفيش مجال ان احنا نفكر فيها كمان. طيب، نيجي بقى للتنفيذ، يعني الجزء بتاع التفكير والتخطيط ونقعد نعمل اي اي ار، كل الكلام ده المفروض ان هو ما مش ياخد ولا ثانيه، ان في حاجه جاهزه، تمام، عشان يعمل حاجه تغطي على اي خبر يعني يتسرب في مرض او في عزل او حاجه كده. تعالوا نشوف بقى موضوع التنفيذ. هنلاقي ان احنا نقسمه لتلات حتت على اساس يبقى الموضوع واضح. أول مرحلة اللي هي مرحلة حفر، تمام، هتروح جايب جيش جرارات، تمام. طبعا في حد معين بيبقى مدروس، في لو جرارات زادت عن حد معين ممكن ده يقلل الشغل اللي هيتم في اليوم. مدروس مثلا الجرار هنخصص له مساحة قد كده، طبعا الأرض مدروسة تماما، كل الكلام ده كان مدروس من قبل ما يحصل. يعني في خطة إن يتعمل في مستشفى أو حبس أو كذا محطوط انا ارض الكويسه للموضوع ده، مش لسه انت راح الارض ده، الكلام ده كله تدخل ده كله هو خلصان قبل ما المرض او قبل ما حد يفكر في الموضوع ده. هي محطوطه احنا عايزين نضرب رقم كويسي، فجهز كل حاجه عشان نعمل رقم كويس. فاول مرحله مرحله حفر، ده مفروض منه ان انت بتقسم الشغل بتاعك وتروح ناس، وتقريبا الصوره الوحيده اللي سربت لموضوع المستشفى هي موضوع الحفر، وتم التسريب من خلال الحكومة الصينية، تمام. المرحلة الثانية هي مرحلة التركيب، ان انت بتركب بريكاست، حاجة صنعت في المصنع من زمان، تمام. بتجيب الحوايط والابواب والشبابيك، حاجة تبدأ تعملهم جوين مع بعض، تمام. مفيش وقت ان انت هنسيبها تنشف وخرسانه والحاجات دي، لا، هو بريكاست بتركب مع بعض وجوين وتبدا مرحله ايه دي. ممكن لو معموله بنظام ومعموله بكذا تبقى كل حاجه متخططه كانك بتلعب ليجو، توصل حاجات ببعض، ممكن تخلص المرحله ديت ممكن تاخد لها في حدود 10 ايام. هو بيحاول يعمل وقت قصير عشان يدي رقم قياسي ريكورد يغطي على اي اخبار تانيه، تمام. المرحلة اللي بعد كده، المرحلة بقى التشطيبات، ومرحلة مثلا لو في حاجات صحية، في حاجات كذا، في حاجات كذا، في تركيب سراير، في كذا، دي مرحلة ممكن تاخد وقت طويل شوية،
تمام يعني ممكن المرحلة الثانية دي تاخد مثلا 10 أيام، المرحلة الثانية دي ثالثة ممكن تاخد وقت، بس هو عايز ياخد لقطة، عايز ياخد صور، عايز ياخد فيديوهات إن إحنا خلصنا في 10 أيام. ومش مهم يعني، هو مش الهدف من المستشفى إن هو يستضيف ناس، الهدف إن هو يضرب الكاسي حتى لو مشغلش، حتى لو صور غرفة أو غرفتين إحنا عملنا الإنجاز، هو إخواننا وظبطنا الحاجة دي. طبعا لازم نتأمل في موضوع الفوائد اللي هتعود عليه من بناء المستشفى دي، الفوائد دي مش طبية قد ما إن كل العالم هيتصل بيه يقول له أنا عايز أعمل عاصمة إدارية جديدة، عايز أعمل مدينة جديدة، تعالى أعمل لي الشغل بالسرعة دي، أنا عايز أفتتح، عايز أفتح مشاريع. فتجيله مشاريع كتير جدا، يعمل عقود بمليارات فوائد من الفيروس. فاهم العقلية دي؟ دي عقلية، دي عقيدة الصدمة. حصل صدمة فالناس كلها مترقبة، فأنت قدرت تاخد مشاريع وتاخد فلوس جدا بسبب الحاجة دي. مبقولش إن هو عمل فيروس، هو مجهز خطة لما تحصل المصيبة يقدر يستفاد بيها، سواء الخطة دي إزاي حصل. يقول لك هنعمل مستشفى 10 أيام، جاهز لحاجة زي كده أو جاهزين مخلصين كل حاجة. فنسأل الله العافية، ونسأل الله إنه يبعد عنا الأمراض، وربنا يشفي كل المصابين إن شاء الله.